قد ايه بنتمنى يكون عنا معده وبطن فلات، بس هيدا من دون شغل كتير وعذاب ونوادي رياضيه ورجيم كمان. بس مع فيبراتون ماكس الجديد انحلت هالمشكله. فيبراتون ماكس كتير قوي وسريع، بيبرم لحد 900 برمه بدقيقه تيعطينا النتيجه اللي بدنا اياها، والنتيجه هي تكسير كل الدهون من المنطقه يلي منحطه عليها وشد العضل وازاله الترهلات تيصير عنا الجسم يلي على طول بنحب يكون عنا اياه. فيبراتون ماكس فينا نستعمله نحن وعم نحضر تي في، او نحن وعم نقرا بالتخت، او حتى نحن وعم نسمع موسيقى، او بحيالله محل بالبيت او بالمكتب. كما فينا نستعمله على منطقه الارداف كمان لمده 10 دقائق كل يوم. فيبراتون ماكس فيكم تحصلوا عليه ب 88 دولار بس وين ما كنتوا بلبنان، من دون اي كلفه توصيل اضافيه. ما لكم الا تتصلوا ببستلر على 01 44 55 55. كثافة الشعر مشكلة، أوقات بيكون في كتير شعر على منطقة الشفاف، على الصدر، على الظهر، على الإيدين، أو حتى تحت البوط. كله له حل. هالمكنة هوم لايت ليزر يلي فينا نستعملها على كل هالمناطق ليصير عنا جلد ناعم وخالية من الوبر والشعر. هو مبدأ IPL Intense Pulse Light يلي بفوت على مسام وبيقتل عمق الشعرة من جذورها وما بيعود خليها تطلع. كتير سهلة الاستعمال ونتيجتها مضمونة وعلى المدى الطويل وكتير مرضية. فيكن تحصلوا عليها ب 160 دولار بس وين ما كنتوا بلبنان فري ديليفري. تصلوا على بسلر على 01 44 55 55. شعرنا فريزي وعم بعزمنا تنملسه، أو بدنا نعمل براشنج بسرعة لأن إجينا مشوار ضروري ومش قادرين نروح عند الحلاق. هالفرشاية هي الحل. ستريت برو على الكهرباء، مصنوعة من أجود أنواع السيراميك، بتحمى كتير بسرعة وفينا نقوي أو نخفف حرارتها مثل ما بدنا، وأكيد فيها LCD سكرين تنحط الحرارة يلي بتناسب نوع شعرنا، وفيها توصل لل 230 درجة. يعني قد ما يكون الشعر صعب تمليسه، هالستريت برو بتقوم بالمهمة وشعرنا بيملس بسرعة. فيكن تحصلوا عليها ب 36 دولار بس وين ما كنتوا بلبنان فري ديليفري. تصلوا ببستلر على 01 44 55 55. إذا في كتير شوب، أسرع وأهين طريقة لتبريد حيالله غرفة إنستافريش، من أحدث تكنولوجيا لترتيب وتبريد الجو. هي عبارة عن هالمكنة يلي ما قلنا إلا نعبيها مي بس ونوصلها بالكهرباء وندورها ونتركها تشتغل، وهي كفيلة بتبريد الغرفة يلي نحن قاعدين فيها. إنستافريش مش بس بتبرد الجو، بتنقل الهواء الملوث كمان، وأهم شيء إنه فينا ننقلها من غرفة لغرفة وبتمشي على 3 سرعات. إنستافريش ما بتأذي البيئة، فيكن تحصلوا عليها ب 80 دولار بس وين ما كنتوا بلبنان فري ديليفري. ما لكم لا تتصلوا ببسلر على 01 44 55 55. قد ايه منتعذب تنلاقي المخدة يلي بتريحنا، واوقات بالسفر منضطر ناخد مخدتنا معنا يلي معودين عليها. مع ايربيلو ما بقى نعطل هالهم لانه بتناسب كل الناس. فيها 65 مليون ميكروبي، بس نحط راسنا عليها هي بتتأقلم على الوضعية يلي أخدناها ويلي بتناسبنا، وبتحافظ على وضعية جالسة للعمود الفقري من الرقبة لأسفل الظهر. يعني ليلي عندهم وجع ظهر كتير رح يستفيدوا ويرتاحوا بس يستعملوا إيربلو مغلفة بقماش بيتنفس لنومة منعشة وصحية أكتر. وهالمخدة لأنها مش قاسية بتمنع تجاعيد الوجه إنه يطوروا أو يزيدوا، كما أنها بتساعدنا على عدم الشخير لأنه وضعيتنا بتكون سليمة كل الليل. إيربلو فيكن تحصلوا عليها ب 26 دولار بس وين ما كنتوا بلبنان. ما عليكم إلا تتصلوا ببستلر على 01 44 55 55، وبتوصل لعندكم من دون أي كلفة توصيل إضافية. شو أورجانيزر هالشبه الخزانة يلي بتنظم وبترتب الشوز. شو أورجانيزر مصنوعة من الكرتون السميك والمقوى، يعني ما بتنخزق وبنفس الوقت منا تقيلة بالحمل. شو أورجانيزر بتساعد 12 جوز أحذية مقسمة مثل ما شايفين لكازيات مرتبة، وإلها غطا شفاف فينا نشوف من خلاله، وهيك بتسهل علينا إنه نختار الشوز يلي بدنا. قياسها مناسب كتير، 55 ب60 سنتيمتر وارتفاعها 11 سنتيمتر، يعني فينا نحطها تحت التخت أو بأرض الخزانة، وفينا حتى نوقفها ونتركها ظاهرة برات الخزانة لأنه حجمها براكتيكل ومرتب. ولأنه حجمها مثل ما قلت براكتيكل، فيكن تحطوا 2 أو 3 شو أورجانيزر حد بعضهم. ب 26 دولار بتحصلوا عليها، والعرض هلأ لما تشتروا 2 شو أورجانيزر بتحصلوا على تلتة مجانا. تصلوا على بستلر على 01 44 55 55، وبتوصل لعندكم وين ما كنتوا بلبنان فري ديليفري.
إجمالاً مشكلة الوزن إلى حل، بس شي مرة فكرتوا بمشكلة الطول؟ مع سمارت تول رح يزيدوا طولكم بشكل كتير سهل ومريح. هالقطعة المصنوعة من مادة الرابر فيكن تحطوها بالشوز من جوا، وهي كفيلة بأنه تزيد لكم طولكم لحدود 5 سنتيمتر. سمارت تول ما بتسبب وجع، ما إلا أي عوارض جانبية بفضل المواد المريحة المصنوعة منها. قطعة الرابر بتاخد شكل الإجر جوات الشوز، وهيك فيكن تتحركوا برياحة من دون ما تزحطوا أو تتضايقوا بالمشي. مع سمارت تول صار فيكن تستغنوا عن أحذية الكعب العالية يلي بتتعب وبتوجع الظهر، وهيك فيكن تلبسوا حيلا شوز مريح وتحصلوا على طول يلي بدكن من سنتيمتر لحدود 5 سنتيمتر. ما عليكن إلا أنه تحطوا قطعة من سمارت تول جوات الشوز، وهي كفيلة بأنه تزيدلكن طولكن وما تسبب لكم انزعاج. سمارت تول مصنوع من مواد مريحة مثل ما قلتلكن، ما بتعرق الإجر، يعني ما بتسبب انزعاج، وجع أو حساسية، وبتضاين لفترة طويلة. بس $20 فيكن تحصلوا على سمارت تول، والعلبة بتتضمن 10 قطع وكل قطعة سنتيمتر واحد. تصبح بستلر على 01-44-55-55 وبتوصل لعندكم وين ما كنتوا بلبنان فري ديليفري. قدمنا طلهم، بس بدنا نقطع شيء بدنا نشيل الكاتينج بورد والسكين المناسب لكل شغلة، والتقطيع بياخد معنا وقت والتنظيف كمان. بس مع كوب إكسبرس انحلت هالمشكلة. كوب إكسبرس هو سكين وكاتينج بورد بنفس الوقت، بقص لنا حيلا شغلة بدنا إياها بثواني، بقص 10 مرات أسرع من الطريقة التقليدية. بقص الجزر، البصل، الخيار، الذرة، بطاطا، جبنة، دجاج واللحمة. كوب إكسبرس مزود برسار لتسريع عملية القص، ومزود كمان بقفل لسلامة ما تنضبه من دون ما ياخد محل. فيكن تحصلوا عليها ب $24 بس، تصلوا ببس سلر على 01-44-55-55 وبيوصل لعنكن وين ما كنتوا بلبنان فري ديليفري. هول كانوا الايتمز، ان شاء الله يكونوا عجبوكن. ما تنسوا فيكن تتصلوا ببس سلر على 01-44-55-55 حتى بعد الحلقة. تابعونا دايما على MTV.